انتو حتى ما عرفتوا هديك البنت امتى اجت وغشتكن بدون ما تحسوا على شيء ابدا. هي مو سمعاني حتى بشي اسمه ريسوتو واختارت شي تاني على كيفة. وكمان هي بتعرف انه تجاوزت قوانين المسابقة كلها قدامنا، بس مع هيك ما قدرنا نعمل شي. ليش؟ كله بسبب الدموع تبعها. واضح الغش من طبيعة العالم البسطاء. أنا رح ورجيها وين مكانتها الحقيقية بتكون وقت بتجي على المسابقة. وما بيكون اسمي شوريا كنو إذا ما ورجيتها قيمتها الحقيقية. شوريا، المهم إنك تكون عادل. أنت موجود من شان هيك. بيتي مانسي. أنا عن جد كنت متوترة أكتر من مهك، وستي لسه ما في غير بتتصل كل دقيقتين وبتسأل عنا. من حقي اتصل كل شوي والتانية، لأنه الحلوة كانت رايحة لتحقق لنا شي كبير. ماشي، اسمعوا شو بدي قلكن، خلوني أحكي لكن عنه. كل دقيقتين كان يجي ويسألني بدي روح المحل، بدي روح المحل، ممكن روح؟ طيب عندي شغلة كتير، شو أعمل يعني بحالي؟ الشغل تبعك مهم أكتر من مسابقة مهك يعني؟ بكل الأحوال مهك هي كانت البداية، بس اشتغلي منيح بكل مرحلة بتمري فيها ونحن أكيد رح نشجعك. ليك اسمعني، لا تضغط عليها. إيه؟ أحسن ما يرتفع ضغطها. هاي موري سوتو، هدول كرات الرز اللي سميتيهم فطاير رز المقلية. انت ما عندك المؤهلات. شبكي بشو شاردة؟ بابا، أنا اليوم رحت وسجلت بدورة تصميم أزياء. ممتاز، كتير حلو. بس ليكي، أنا ما رح أعطي تبرعات لحتى يقبلوكي. كانت أنتي كنتي عم تحكي شي عن العرض تبع مهيك، مزبوط؟ <تصفيق
شو صار لها هاي؟ مو معقول، شو هاد؟ أنا رح جر من هاد البيت، بيضلوا عم يمدحوا بمهك وبشغلها كل الوقت وهي لسه ما طلعت على التلفزيون. بس رح تطلع على التلفزيون، يعني لازم يكون فيها شي مميز. عن جد؟ إذا عن جد هيك رأيك، روح لعندها هلأ وركع قدام رجليها وجيب شي حدا يضرب على الطبل ورقص مثل المجنون سخيف. حبيبتي عصبي مني قد ما بدك ماشي، بس لا تقولي سخيف لواحد واعي مثلي. شو؟ سخيف؟ وينك ابني؟ مع مين عم تحكي كل هالوقت؟ ماما عم احكي مع رفيقي من ايام المدرسة. ماما اختاروها لمهك بمسابقة الطبخ وراح تطلع على التلفزيون، وانت كنت تقولي ما بتنفع لشي. انا الحق علي، لو اني ما طلبت مساعدة هديك البنت ما كانوا اختاروها بالمسابقة وما كانوا عرفوها حتى. ماما قديش بياخد جائزة مالية الشخص يلي بيفوز بمثل هيك مسابقة؟ روحي عادي بسرعة يلا. انتي شو شغلك بالك؟ اليوم احتفلوا فيكي بس تطلعي على حالك، انتي مو شكلك مبسوطة، شو بكي قليلي؟ تتذكري شوريا كنا؟ نفسه هداك الأناني؟ خادمه راجيف يلي اجا لحتى يعطيك الاستمارة؟ لا تحكي هيك عن راجيف، هو منيح كتير. عن جد؟ هو كبير كتير عليكي. ماشي شو القصة قليلي؟ انتي بتعرفي انه شوريا هو واحد من لجنة الحكم؟ انا التقيت اليوم فيه، هو كتير غريب، كان معصب علي بالمسابقة، انا بظن انه متضايق مني، حتى انه حكى معي بطريقة مو منيحة ابدا. وقت خلصت المسابقة شد لي على ايدي كتير، ولما خلصت المسابقة وراح اسمعي، هو مسك ايدك بقوة؟ خديني معك لعنده المرة الجاي. كيف بتجرأي يعاملك بهالطريقة هاي؟ شو هذا مجنون يعني؟ اسمعي لقلك، انت معك رقمه؟ اتصلي فيه. خلص يلا بسرعة، خلص اهدي شوي، انا رح اتصرف بطريقتي، وبتعرفيني انا ما بخاف من واحد مثله ابدا. ما منيح شو بدي اقلك، صحيح انت طباخ مشهور وفيك ترفض الاكل تبعي، بس ما بسمح لك تهيني ولا بسمح لك تهين هذا الرجال. هذا أفضل طبق العمل. طريقة التقديم بتجنن والطعم بياخد العقل، لا تعليق. من ناحيتي أنا والمدام ريكا منقول لما هيك إيه. مرحبا. ما عم يرد علي مع انه فاتح. طيب مو مشكلة، اليوم النهار من اوله لاخره كان بيجنن. شو اللي صار؟ شغلوا المولدة. We'll be right back.
بكر بابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعن داري حلمي الصغير.